السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم، معكم سواح. أهلا وسهلا بكل متابعي مؤسسة النظام الطاقي على اليوتيوب. جلسة عميقة جديدة بنسجلها اليوم. الجلسة دي للصلاة على حبيبي وحبيبك، الصلاة على محمد. جلسة عميقة للصلاة على محمد والاتصال الروحي معه. ربنا يتقبل. أحب أنوه قبل ما نبدأ في الجلسة، طبعا أنت هتستسلم، هتسترخي معانا وهتنفذ التمرين اللي بنعمله ثم تبدأ الجلسة. أحب أنوه على أن تحديثات اليوتيوب المستمرة تستدعي أنك أنت تكون مشترك في القناة. لازم تتأكد أنك مشترك في قناة النظام الطاقي، كمان مفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد بننزله على القناة دايما. ما تنساش في آخر الجلسة، إن عجبتك إن استفدت منها، شير للغير لعم الخير على الجميع، لايك، علق لو كان عندك أي ملاحظة أو أي تعليق على الرحب والسعة. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ذو الفضل. تغمض عينيك قبل ما نبدأ واسمعني بتركيز. قلبك يكون حاضر معايا، عقلك فاهم الكلام وسايب روحك. استسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. خد نفس عميق واكتمه في بطنك وخرجه بهدوء. خد نفس، اكتمه على قد ما تقدر، خرج النفس بهدوء. خد نفس تاني في بطنك واكتمه على قد ما تقدر. خرج النفس بهدوء. لتالت مرة هتاخد نفس عميق جدا واكتم النفس على قد ما تقدر. خرج النفس بهدوء. انت الان بتتجهز انك تصلي على نبيك وانك تتصل بيه روحيا. استشعر العظمة وانتظر الفرحة وانتظر الاطمئنان. خد نفس تاني عميق، اكتمه لقد ما تقدر. خرج النفس بهدوء. تاخد نفس تاني اعمق وتكتمه على قد ما تقدر. خرج النفس وانت بتقول الله الله. خد نفس تاني اعمق واستشعر ان جسمك بيسترخي وان روحك بترتاح وبتسلم لرب العباد. خد نفس اعمق، اكتب النفس على قد ما تقدر. خرج النفس وانت بتقول الله الله. خد نفس تاني اعمق عشان النفس يدخل جسمك ويدور جواه، جسمك يسترخي، كل خليه في جسمك هتسترخي لان الروح الان بتستعد انها تنطلق لفيض الرحيم. صلي على نبيك محمد وتتصل بيه روحيا. خد نفس اعمق، اكتب النفس على قد ما تقدر. خرج النفس وانت بتقول الله. خد نفس تاني وتخيل النفس بيدور في كل جسمك. اكتب النفس، خرج النفس بهدوء. حرك أصابع رجلك اليمين حركة بسيطة،
وخد نفس اعمق، اكتب النفس جواك وحرك اصابع رجلك الشمال، ارجع مرة اخرى حرك اليمين، خرج النفس بهدوء. المقصد من التمرين انك تسترخي جدا 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 وتفتك روحك وتسلم، ردت بقلبك مش بلسانك، بقلبك وانت في استرخاء عميق جدا جدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي المختار، القبضة الذاتية، القبضة الأزلية، القبضة الرحمانية. خد نفس عميق، اكتمه على قد ما تقدر، اللهم صل وسلم وبارك على النور الذاتي، النور الأول، السر الأول، الفلك الأول، الفيض، الأبهر، قطب الوجود، السر الساري بالأكوان. خذ نفس عميق، اكتب النفس على قد ما تقدر، خرج النفس بهدوء. اللهم صل وسلم وبارك على سر الأسرار، نور بحار الأنوار اللطيفة الأحدية الحقيقية المحمدية. خد نفس عميق واترك روحك واستسلم. خرج النفس بهدوء. روحك الآن بعد استسلامك، بعد استرخاءك، هتذهب إلى من تحب لتكون بجواره. ونحن الآن في جلسة صلاة محمدية، أرواحنا بتطوف لتصل إلى روح النبي لتشرف وتتشرف به. خذ نفس عميق، خرج النفس بهدوء. اللهم صل وسلم وبارك، اللهم صل وسلم وبارك، اللهم صل وسلم وبارك. خذ نفس عميق، اكتم النفس على قد ما تقدر، خرج النفس بهدوء. اللهم صل وسلم وبارك على مبلغ الرسالة الماهي مدينة العلم بحر الأنوار المحمدية البحر الخضم الأعلى مدد البحور باب الأسرار. خذ نفس عميق، خرج النفس بهدوء. اللهم صل وسلم وبارك على سراج العارفين سيد الأولين والآخرين. خذ نفس عميق، اكتم النفس، حرك أصابع رجلك اليمين، خرج النفس بهدوء. اللهم صل وسلم وبارك على أول العابدين صاحب القبضة الأصلية نقطة فلك الحمد الحامي، وعلى آله
وصحبه أجمعين بحق قدره ومقداره العظيم، وبقدر عظمة ذاتك في كل وقت وفي كل حين منذ الأمر إلى يوم الدين. خذ نفس عميق، اكتب نفسك قد ما تقدر، حرك أصابع رجلك الشمال، خرج النفس بهدوء، خد نفس أعمق واترك روحك خرج النفس بهدوء. روحك الآن في اتصال مع حبيبي وحبيبك، مع نبينا وسيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله. خذ نفس عميق، خرج النفس بهدوء، هتاخد نفس وتكتمه وتحرك أصابع يدك اليمنى ويدك الشمال، رجلك اليمنى، أصابع رجلك اليمنى ورجلك الشمال، وبعدها تخرج النفس بهدوء شديد وتفتح عينيك. خد نفس عميق، اكتم النفس، حرك أطرافك، أصابعك، خرج النفس بهدوء، فتح عينيك. الجلسة نفذها كل ما تحب انك تتصل بحبيبك، نفذها كل ما تحب انك تصلي وتسلم على حبيبك، وانك ترسل له السلام، وانك تطلب شفاعته. نفذها، لو نفذتها قبل نومك تأكد لو نفذتها بشكل صحيح لازم هيجي لك الرد منه، فهو كريم. لو نفذت الجلسة، نفذتها بإتقان، فادتك الجلسة، حسيت ان هي مفيدة، ما تنساش شير للغير ليقوم بالخير. تقدر تتواصل معنا عبر واتساب على الرقم اللي ظاهر على الشاشة. احب انوه ان التمرين الخاص بالتنفس، الخاص بالاسترخاء، ملوش دعوة بالصلاة على محمد، علشان خاطر محدش يقول بتبتدي و الفكرة من التمرين انك تكون مسترخي، ان روحك تهدر، فصلاتك على حبيبك وحبيبي انها تكون وصلة بروحك وليس بلسانك، دي الفكرة من التمرين. تقدر تتواصل معنا على الرقم اللي ظاهر امامك على الشاشة الان. انتظروا جلسات جديدة، حلقات جديدة دايما يا رب تكون مفيدة لكم وللجميع من مؤسسة النظام الطاقي. ما تنساش اشترك في القناة وشير للغير وتعليقك واللايك. السلام عليكم، وانتظروا حلقات جديدة قريبا جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.